السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ستشاهدون كيف صنعت نظاما تلقائيا بسيطا لضبط الرطوبة داخل الفقاسة. فكرة ذكية وسهلة التنفيذ، لا تفوتوها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وشاركوني رأيكم في التعليقات. سأقوم بعمل ثقوب في الغطاء. أبدأ بثقب صغير وأوسعه تدريجياً حتى أصل إلى 12 مليمتر لتجنب الكسر. هذا الخزان يكون خارج الفقاسة، يزود الحوض الداخلي بالماء بشكل تلقائي لتجنب فتح الفقاسة في كل مرة. هذه هي القطعة المسؤولة عن توليد البخار الذي يرفع الرطوبة داخل الفقاسة.
الآن سنضع النظام داخل الفقاسة. إذا لم تشاهد كيف صنعت هذه الفقاسة يمكنك مشاهدتها الآن. سأضع الرابط في آخر الفيديو أو يمكنك الدخول مباشرة إلى قناتي. قمت بقطع هذا السلك لتمريره من الثقب. الآن سأعيد ربطه وأوصله بالمكان المخصص للتحكم بالرطوبة. الحمد لله، النظام يعمل بشكل جيد. الضوء يظهر حالة المتحكم، حيث يشتعل عند أدنى نسبة رطوبة ويطفأ عند الوصول إلى أعلى نسبة محددة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكراً لمتابعتكم. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وشاركوني آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات، يسعدني دائماً قراءة تفاعلكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.